لو الحكاية فيها إن فيجو. وبالتالي كان لزاما على القوات المسلحة أن تؤمن مسيرة هذه الثورة وتحميها وتقف بجوار شعبها الذي طالب أن تكون القوات المسلحة بجانبه. القول بأنها ثورة هو قول صحيح، القول بأنها انقلاب عسكري هو قول خطأ. ايه الفرق بين الاثنين برضه عشان ما اخش في المحور السياسي كده يبقى نتكلم عليه. في ناس كتير بتتكلم تقول لا ده انقلاب عسكري. طب يعني ايه انقلاب عسكري؟ برضه انقلاب عسكري ببساطه شديده ان يجي الجيش يروح اي جيش في اي دوله يقلب نظام الحكم ويتولى السلطه. يعني ايه يتولى السلطه؟ يعني يحكم البلاد. يعني ايه؟ يعني هتتحرك كده زي ما 52 سنة 52 ايه اللي حصل؟ ان الجيش قرر ان ينقلب على السلطة ويهرب الملك من السلطة وهتتحول البلاد من ملكية الى ملكية.